مستمرون معكم الآن ننتقل إلى الزميل إبراهيم الماس مع ضيفته التي سنتابع هذا اللقاء الشيق معها. إليك إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا التحية لدبي لاستضافتها هذا الحدث الكبير. بنفتكر أنه فعلا الاسم أدى المعنى الكبير باعتبار أنه كان هنالك تظاهرة لجميع الحكومات على مستوى عالمي، ودار الحديث في عدد من المواضيع يمكن أن نصفها بأنها حديثة ومواكبة. يعني تحدثوا عن التغير المناخي، تحدثوا عن الاستثمارات، تحدثوا عن الطاقة، وكل دولة بما فيها والتحديات التي تصادفها والأشياء التي تعمل لها. حقيقة في القمة نجد أن شكلها يختلف عن كل الفعاليات التي تم حضورنا لها من قبل، باعتبار أنها تتحدث عن الغد، وهذا أفتكر أنه يعني استشراع للغد. نحيي دبي على هذا الحدث الكبير اليوم. خلينا نقول اليوم مشاركتكم اليوم في هذه القمة، ما هي أهداف المشاركة اليوم؟ حقيقة يمكن وجودنا أولا للتعرف على كيفية تفكير العالم في إدارته للمسائل، خصوصا والسودان دولة متوسبة وتسعى للمشاركة على هذا في هذا المنحة. حقيقة يعني يمكن من الأشياء اللي استوجبت أو استوقفت الإنسان كثيرا تغير المناخ وما يحدث من تغيرات كثيرة يعني، ودبي نحت نحو كبير في هذا المجال. يمكن ده يكون على قمة الاستفادة. تمت الاستفادة من كل المناحي، لكن الوقوف عند التغير المناخي تجربة فريدة وتجربة متميزة وتجربة استفيدنا منها كثير، ونعتبر أن هذا في إطار تبادل خبرات يمكن أن تنقل على مستوى العربي وعلى مستوى الأفريقي وحتى على المستوى العالمي يعني. معاليك شكرا على تواجدكم اليوم وشكرا على هذه الإضافة. شكرا جزيلا. ويمكن فاتني أن أذكر يعني هنالك جلسة للحوار الشبابي يعني، فما عجبني جدا في دبي أن اهتمت بالشباب وأعطته كيفية إدارة مسائله باعتبار الابتكارات الاختراعات، ماذا يفكرون وماذا يريدون مننا نحن أصحاب الخبرات والتجارب، باعتبار أنها نطلقها على مائدة مستديرة، يساعدوننا في كيفية اتخاذ القرار ويكون الفكر التشاركي ما بيننا وبينهم. حقيقة أعجبت جدا بهذه التجربة، وأعجبني أكثر إفراد مساحة للشباب باعتبار وزارة متفردة. ختاما التحية والتقدير لكل من ساهم في هذا الجهد الكبير. التحية لإكسبو، التحية لشباب بلادي السودانيين المتطوعين الذين يبلغون حوالي 87 شاب. سعدت كثيرا بكل الحضارات بكل الوجوه. شكرا جزيلا لمعالي السيدة الوزيرة على دعوتها الكريمة، وشكرا لرأي هذه التظاهرة الكبيرة. نتمنى أن يكون وجودنا حضورا، ونتمنى أن نقتبس هذا المعاني حتى يمكن أن تكون السودان قمة للعالمية للحكومات القادمة إن شاء الله.